استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بقصر القضبية اليوم معالي السيد بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد بان كي مون وبزيارته لمملكة البحرين، معبرا عن خالص التهنئة بمناسبة نيله جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للتنمية المستدامة، تقديرا لجهوده الحثيثة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة. من جانبه أعرب معالي السيد بان كي مون عن سعادته بزيارة مملكة البحرين واعتزازه الشديد بالحصول على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للتنمية المستدامة التي تجسد سياسة مملكة البحرين في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وحرصها الدائم على دفع كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة كأساس لنشر الأمن والسلام في المنطقة والعالم، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.